هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم احنا من توقعات برج الجوزاء اللي انا كمان منكم لهالشهر 7. اوكي حبايبي، اللي جديد في القناة يشترك، واللي قادم يعمل يضغط على زر الاعجاب. وبحبكم حبايبي كتير، وراح نشوف العاطفة والعمل والصحة لبرج الجوزاء. بحبكم حبايبي. راح نشوف توقعات العاطفية. اسف حبيبي، وقعت الكاميرا. اوكي الحياة العاطفية بصراحة يعني عم شوف يعني شي بيبشر بالخير، هلا مو ببشر بصراحة. اوكي رح ناخد طاقتنا للشهر. اوكي حبايبي، اوكي طلعتنا في طاقتنا، يعني طاقة برج الجوزاء، يعني طاقتنا احنا. كمان طلعنا يعني ممكن حد يكون سرق من عندنا شي. وبشوف كمان يعني طب في طاقتنا بدنا ما نشوف ورا شو اللي ضاع منا او شو الشيء اللي انسرق منا. بدنا نشوف للامام، يعني طاقتنا يعني بدنا نشوف للامام، شو يعني شو بدنا احنا نعمل لكي نوصل للاستقرار. يعني بدنا كمان استقرار مادي، بدنا نوصل لاستقرار مادي. وكمان في يعني ملك، يعني في منا راح يجي عرض زواج. اوكي حبايبي، عرض زواج. راح يجينا عرض زواج. وكمان يعني بشوف كمان عندنا عروض كتيرة بصراحة هالشهر، كمان يعني عندنا عروض كتيرة، وعندنا بدنا نروح ونترك، يعني زي في طاقتنا، يعني بدنا نروح ونخلي كل شي ورانا. وكمان بدنا في هالورقة بتأكد، يعني كمان بدنا نروح ونترك كل شي ورانا. بشوفكم كأنه بدنا يعني نوصل للاستقرار المادي، وراح نوصل له ان شاء الله حبايبي. بشوف يعني راح تكون علاقات، يعني ممكن مع حبيب، مع شريك، يعني هي طاقة يعني عملتها للعاطفة. اوكي حبايبي، القراءة للعاطفة. بشوف كمان احنا ممكن يعني بالليل يعني بنفكر كتير، ما بيجينا نوم، بنضل نبكي، بنضل نفكر في الاشياء اللي راحت. كمان يعني بصراحة لازم كمان احنا نتصدق، بصراحة بشوف كأنه احنا زعلانين عن الناس اللي راحت، زعلانين كتير، بدنا
لازم نوقف على 2 رجلين، ما نبقى نوقفين على رجل واحدة، فهمتوا على حبايبي؟ يعني شوف كمان احنا راح نوصل للوضوح، راح نوصل، راح يوضح لنا كل شيء هالشعب، كل شيء كان مخبى، وممكن يعني وضحنا شيء ممكن يجرحنا حبايبي، ممكن يجرحنا وممكن نحس كأن احنا انطعنا. اوكي حبايبي، راح اخذ كمان الورق النقط، اكيد راح بدش فيه اشياء. اوكي حبايبي، راح يوضح لنا شيء ممكن كأن هالشي يعني يوجعنا، يوجعنا وما ما نتقبله، فهمتوا علي حبايبي؟ ربنا يستر بصراحة، ربنا يستر على الشيء اللي راح نعرف. كمان يعني عم شوف مورا هالشي اللي راح يوضح لنا، ما راح نحكي، ما راح نقول ولا كلمة، وراح يعني نعتب كل شيء سيء من ظهرنا ونروح. بس وراها راح تجينا فرصة، راح تجينا فرصة ممكن في العاطفة في المادة، بس راح أتأكد. أوكي، راح نحصل على استشفاء، وراح نكون مكتفي ماليا، وراح نموت شي، وراح نموت كل يعني الشجرات اللي في نفسنا، وراح يجينا عرض، ممكن عرض من شخص قديم. يعني بصراحة عم شوفه كأنه عرض من شخص قديم راح يجي لحياتنا، وبشوف كمان طاقات ترابي من هالشخص، وطاقات نارية، أكتر شي طاقات ترابي وطاقات نارية اللي راح يجي يقدم عرض. وعم شوف كأنه هالإنسان يعني راح يقتل كل الأشياء، راح نقتل كل الأشياء اللي أدتنا والصراعات اللي مرينا بيها، وكل شي راح ننساه، وراح يجينا شخص من الماضي يقدم عرض. أوكي حبيبي، أوكي حبيبي. هلا عم شوف طاقات، عم شوف طاقات ترابي، وكمان في شخص يعني بيجس عنا في السوشيال ميديا، شخص قديم. طاقات حبيبي برج الجوزاء، برج الجوزاء طاقة نارية، طاقة نارية. برج العذراء، برج الدلو، برج العقرب، طاقة ترابية، طاقة ترابية. اوكي حبايبي، برج الميزان كمان، هاي الطاقات اللي طلعت معانا. اوكي حبايبي، هلا بس راح اطلع اوراق كمان، وراح اشوف يعني للاشخاص المرتبطين. الاشخاص المرتبطة عم شوف ان الحبيب راح يجي، اذا كنتم متخاصمين راح يجي الحبيب، وخصوصا لو كان من ابراج مائي، وخصوصا لو كان من برج الحوت، خصوصا لو كان من برج الحوت، راح نشوفه راح يجي ويطلب تسامح ويقول لك سامحني وهيك، يعني للمرتبطين اذا كنتم متزعلين. كمان يعني والتحقق والسعادة، كمان اللي ما هم متخاصمين ولا شيء، ممكن الحبيب يجيب لك يعني يجيب هدية، فهمتوا علي حبيبي؟ اوكي هلا راح نروح للحياة العملية. اوكي حبيبي، هلا راح نشوف يعني لبرج الجوزاء، راح نكمل، راح نشوف للحياة يعني المالية.
صراحة يعني عم شوف المال في هالشهر ما رح يكون، صراحة عم شوف ان المال ما رح يكون يعني كافي، ولا رح تجينا فرصة كتير منيحة. فهمتوا علي حبيبي؟ عم شوف صراحة المال مو هو مناسب يعني لهالشهر، يعني من المال الناحية المالية يعني ما عم شوف يعني هناك شي حلو في المال بصراحة، بكل صراحة يعني. عندنا احتفال، بس الاحتفالات والأشياء اللي احنا بنبينها مو صحيحة، لأنه الشي في جواتنا أو في شغلنا عم ينهد. فهمتوا علي؟ احنا بنبين احنا ان احنا عايشين الحياة وكل شي منيح وهيك، بس جواتنا ما نحنا فرحانين. فهمتوا علي حبايبي؟ عم شوف يعني راح تحاول توازن أمورك، راح تحاول لما تحاول توازن أمورك راح تحقق السعادة. يعني تحاول ما تصرف فلوسك كتير هالشهر، فهمتوا علي؟ حاولوا ما ت... يعني ما تخسروا يعني فلوس كتير ولا شيء. الأشياء المهمة إيه، بس لكن ولا شيء يعني مهم ما راح تكون نتيجة حلوة. فهمتوا علي حبايبي؟ كمان عم شوف عندنا عروض كتيرة، كمان عندنا كمان عروض كتيرة بصراحة راح تجينا، بس انت عم بتشوف انه ولا عرض مناسب لك. فهمتوا علي؟ بس حقيقة راح تظهر، في حقيقة ما راح تظهر لك. الطاقات والأبراج طلع لنا برج العذراء، برج العقرب، وطاقات ترابية، طاقات نارية، وطاقات هوائية، بس مو كثير طاقات هوائية بصراحة. فهمت علي حبيبي؟ يعني حاولوا توازنوا أموركم، حاولوا قبل ما تخطي خطوة في الشغل حاول تفكر فيها في سلبياتها وإيجابياتها منشان تاخذ أي خطوة. أوكي حبيبي؟ متفاهمين يعني؟ فهمتوا علي شو بدي أقول؟ منشان يعني لما تكون النتيجة، من لما تفكروا راح تكون النتيجة مرضية، بس إذا ما فكرتوا راح تكون النتيجة مو مرضية. فهمتوا علي حبايبي؟ بصراحة يعني حاولوا توازنوا أموركم قد ما تقدروا، وكمان يعني ما تتسرعوا في ولا شي منشان ما ينهدم الشي اللي عندكم. أوكي حبايبي؟ في المال هي يعني اللي طلع لي في الأوراق. أوكي حبايبي، هلأ راح ننتقل للصحة. هننتقل للصحة. أسف حبيبي وقع لي ورق، أسف حبيبي وقعت لي ورقة. اوكي يعني هلا راح نشوف الحياة، يعني الحياة مو الصحة، راح نشوف الصحة حبيبي، صحتنا راح تكون عاملة ازاي في هالشهر.
صراحة حبيبي عم شوف الصحة كأنه عم شوف كأنه انتو كأن احنا يعني يعني بشوف يعني اكتر يعني شي رح يوجعنا هالفترة. عم شوف يعني راسنا رح يوجعنا كتير هالشهر. تفكير تفكير تفكير، من شان ان احنا في هالشهر رح نفكر كتير ورح نوزن الامور وشي يعني بصراحة احنا ما بنحب يعني نحسب لحساب، نعمل الحاجة وخلاص. وهالشهر رح نحسب لحساب، وان احنا اصلا يعني دايما مخنا شغال بصراحة، شغال هيك يعني كل شي. فهمتوا علي حبيبي؟ يعني ممكن يجيكم كمان أرق، يعني ما تقدروا تناموا بالليل كثرة التفكير. يعني تحط راسك على المخدة تفكر 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 وما تقدر تنام. ممكن يعني نخسر كمان فلوسنا، نخسر فلوسنا يعني نروح على الطبيب ويعطينا كأنه مهدئات أو شي من شان ننام بالليل، لأن احنا مو قادرين ننام بالليل. أوكي حبيبي؟ حاولوا تخرجوا من هاي الحالة، يعني حالة الاكتئاب وهيك، من شان ما توصلوا لهي المرحلة. فهمتوا علي؟ يعني التاروت ليش يعني ينعمل؟ من شان يحذرنا من أشياء من شان ما نوقع فيها. أوكي حبيبي؟ وهي طاقة عمي، يعني دايما بقول طاقة عمي. أوكي حبيبي، هاي الشي اللي طلع معانا في الصحة. وبحبكم حبيبي كتير. هلأ القراءة انتهت.